السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في هذا الدرس سوف نقدم لكم فكرة إضافة إلى الدروس السابقة، وهناك فكرة أخرى سوف نضع مجموعة أخرى في قناتنا. تلك المجموعة سوف نقدم أفكار منوعة، وتكون كل فكرة مستقلة عن أختها، يعني فكرة تكون غير الفكرة التي قدمناها من قبل. فمثلا هنا كنا نقدم دروس، مثلا درس ونضيف عليه بعض الأمثلة، ولكن سوف نفتح مجموعة أخرى تكون غير ذلك، وفي هذه الدروس التي نقدمها سوف نتقدم إن شاء الله مستقبلا في تقديم دروس عن قواعد البيانات. تلك الدروس تكون متسلسلة، يعني الدرس اليوم يعني الدرس القادم سوف يكون تكملة للدرس السابق، وهكذا، يعني تكون دروس دالفي على خطوتين، خطوة دروس متسلسلة وخطوة تقدم أفكار معينة في مجموعة معينة. هذه بالنسبة لي الدالفي. في هذه السلسلة سوف نقدم آخر فكرة في هذه السلسلة هذا البرنامج. عندما كنا نقدم نعطي اللون لي في اللافوناتر أو النافذة، هذه لافورم، نعطيها مثلا لون معين، نذهب إلى كولور ونعطيها أي لون، مثلا هذا اللون، هكذا تأتي باللون هكذا عندما نقوم بعملية التنفيذ. ها هي لقد أتت باللون الذي أعطيناه للفورم. في هذه الحالة نريد أن نضع مثلا صورة، يعني لتزيين المشروع سوف نضع صورة للبرنامج كواجهة لبرنامجنا. نغلق التنفيذ، سوف أضع هنا، سوف أختار مكون إيماج، نختار إيماج، هذا المكون نعطيه الخاصية الأولى في خاصية أونلاين ليكون شامل جميع اللافوناتر، يعني لافورم، يعني حتى عند تكبيرها أو تصغيرها سوف يكبر معها هذا، تكبر مع هذه الصورة. هنا في أونلاين نعطيها هذا الخيار، هذا الخيار التي تكون يعني تكون شاملة لجميع لافورم هكذا، ونعطيها إيماج، نعطيها صورة من خاصية بيكتور، خاصية بيكتور هنا كما ترون. هنا سوف أعطيها أي صورة موجودة في الكمبيوتر الجهاز، هنا نختار صورة من الصور الموجودة في الكمبيوتر، مثلا نختار هذه الصورة أو هذه الصورة هكذا، نقول له أوكي. هنا لقد أتت الصورة، وكذلك نعطيها الخاصية الخاصية التي كنا نستعملها لتكون شاملة، هي صورة كبيرة ولكنها ليست محتوى في الإيماج. سوف نعطي ستريتش، هنا ستريتش نعطيها ترو، هذه الخاصية نعطيها ترو، ها كما ترون ها هي الصورة كاملة على الواجهة. ننفذ البرنامج، ها هي الصورة كما ترون. هنا مجرد مثال فقط لكي نرى كيف نضع الصورة على عندما نقوم بعملية التكبير النافذة، ها هي الصورة تكبر معها، لا تبقى في حجمها الصغير. عندما نقوم بعملية التصغير سوف تكون، يعني تكون دائما محتوى في اللافوناتر ومحتوى كذلك في الإيماج. هذه الطريقة سوف نستعملها مثلا كذلك في بانال، لدينا بانال واحد وبانال اثنان، كذلك نستطيع أن نضع له صورة. نخرج من التنفيذ، مثلا نختار بانال على هكذا، نعطيه إيماج، نختار إيماج
العنصر إيماج، نضعه نفس الطريقة، نضعه هنا على بانل A، ها هو الإيماج، هذا هو الإيماج. سوف أعطيه الخاصية أونلاين كذلك، يكون شامل داخل البانل، ها هو لقد أصبح كبير مع البانل. وأختار له صورة في خاصية بيكتور، هنا سوف أعطيه صورة معينة، أختار صورة أخرى فلتكن هذه الصورة، ها هي، أقول له أوكي. هنا لقد أتت باللون الأزرق كما ترون، هي ليست محتوات في الإيماج. هنا نذهب إلى الخاصية كذلك في ستريتش، هنا نعطيها خاصية ترو، هكذا هنا نعطيها خاصية ترو، ها كما ترون الصورة أصبحت محتوات في الإيماج، في المكون إيماج. عندما ننفذ البرنامج هيا كما ترون هنا إيماج محتوات في البانل، عندما نكبر كذلك هيا. هذه فكرة ربما لم نضعها من قبل، ولكنها يقوم بعملية تزيين المشروع أو اختيار صورة تكون معنى لذلك، تكون معنى لذلك المشروع. هنا لقد أنهينا هذه السلسلة في هذا البرنامج، وسوف إن شاء الله في الدروس القادمة نقدم عن قواعد البيانات، وكذلك هناك كثير من الدروس، وكذلك ما قلت سابقا أننا سوف نقوم بعملية فتح مجموعة جديدة تكون تقدم أفكار رائعة يعني ومميزة، كل فكرة مستقلة عن الفكرة الأخرى. ولقد هناك مشاهدات في قناتنا ولكن لا توجد اشتراكات، فإنها قناتنا ضعيفة في الاشتراكات، نرجو منكم الاشتراك وتشجيعا لنا لتقديم هذه الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.